صباح الخير، يعطيكم العافية. بتحبوا نبلش أو نستنى كمان شوي؟ صباح النور، اهلين دكتور. خلينا نبلش. تمام، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم بالصيف، إن شاء الله رح يكون شهر خفيف لطيف. اليوم رح نحكي شوي عن الهيستوري والمنتال ستيت اكزام. الهيستوري طبعا زي أي هيستوري موجود، هو عبارة عن كيف أنت بدك تأخذ معلومات من البيشنت اللي قدامك. أولا وأخيرا الهيستوري بغض النظر عن إيش التخصص اللي أنت فيه، البارتس أو الأجزاء تبعونه هي متشابهة بكل التخصصات. الجزء الثاني من الانترفيو هي mental state examination، واللي هي إشي بيشبه مش بيشبه هي ال physical examination part of psychiatry، اسمه mental state examination. هلا أول إشي بدنا لما يدخل علينا البيشنت بدنا نكون متأكدين إنه إحنا دكتور، تفضل. عذر على المقاطعة، بس في خيار تيك كنترول على السلايدز، عشان إذا حضرتك بدك تحرك سلايدات لأنه أنا مشاركها من عندي. تمام، ما في مشكلة. أوكي، تمام. طيب هلأ اللي بدنا نعرفه إنه أول إشي بدنا نكون متأكدين إنه السيتنج اللي إحنا موجودين فيه هو سيتنج مناسب إنه ناخد فيه history of psychiatry، أو إنه نعمل فيه interview لpatient. الpatient هذا psychiatry. أول إشي بدنا نتأكد إنه السيتنج اللي إحنا موجودين فيه هو private، وإنه بدك to state إنه في confidentiality بينك وبين الpatient، لأنه أول إشي طبيعة المعلومات اللي هي بتنحكى خلال الانترفيو تبعت السايكويتري كثير حساسة. ثاني إشي إنه الاستيغما اللي موجودة بالمجتمع عنا بتخلينا دائما المريض متحير هل يحكي هذا النوع من المعلومات أو ما يحكي هذا النوع من المعلومات. دائما بيكون خايف الباب ينفتح عليه يدخل حدا هو بيعرفه، أو إنه يكون حدا من اللي قاعدين سواء طالب سواء دكتور سواء مقيم هو بيعرفه. فدائما المريض بيكون متحرج، بالتالي لازم تستيت إنه هاي الانترفيو totally private وإنه ما في أي إشي رح يطلع منها. كمان دائما لازم نقلل الانتربشنز تبعت البيشنت قد ما يمكن. فمثلا الأصل بالسيتنج إنه ما حدا يقدر يوصل لباب العيادة إلا إذا أنت ناديت عليه، بالتالي ما حدا يضله إيده بالباب. الموبايل تبع الطبيب سواء أو تبع المريض المفروض يكونوا أوف، لأنه في كتير بيشنت الديستراكتابيليتي تبعتهم كتير عالية، بالتالي ممكن يتشتتوا بأي إشي. دائما بدنا نتأكد كمان إنه في سيفتي أرينجمنت. السيفتي أرينجمنت إن يكون الظهر الطبيب والمريض كلاهما للباب، you can easily access الباب تبع العيادة، إضافة إنك بدك تكون موجود بطريقة يكون المريض أمامك ولكن بزاوية، بحيث إنك أنت بتقدر تعمل معه eye contact، بس بنفس الوقت في حال إنه هو اختار إنه يروح عنك شوي هو بيقدر يعمل هذا الكلام. وآخر إشي بدنا نتأكد إنه نحكي للبيشنت إنه إحنا بدنا نأخذ notes. ما بصير دائما نضلنا نكتب، بس bullet points بحيث إنك أنت تتذكر لما تيجي بدك تعمل record للهيستوري أو للنوت تبعتك على السيستم أو على الفايل تبع البيشنت، تكون أنت بتقدر تعمل هذا الكلام بدون ما أنت تنسى أي إشي، لأنه بالأخير الهيستوري تبعت السايك إذا كان البيشنت أول مرة بيجي لعندك فهي ممكن تأخذ بين 45 دقيقة لساعة، وهذا الكلام ممكن يخليك تنسى شوية بوينت. فأنت بدك تستأذن المريض أنك أنت بدك تأخذ بوينت، بس في نفس الوقت ما بدك تضلك دائما تأخذ نوتس ومنزل راسك على الورقة تبعتك وبس تكتب.
أول إشي بدنا نتأكد منه هو إنه تكون البيئة ريلاكسد، أنت كطبيب هو الـ in control of situation، مع إنه المريض هو اللي رح يحرك كيف الـ interview رح تمشي حسب الأجوبة تبعونه، بس دائما بده يكون عندك أنت الـ ability to take control whenever you want it. فإحنا مرات رح نعمل interruption للـ patient، إحنا رح نطلب منه إنه رح ننتقل لموضوع آخر نحكي فيه، ورح نرجع للموضوع اللي هو حالياً بيحكي فيه بكثرة عشان نحكي فيه. بس أنت مش دائماً معك الوقت الكافي إنك تقعد لكل patient وتسمع كل إشي بده يحكي، لأنه مرات بتكون التفاصيل بالأخير هي مش تفاصيل مهمة. بدنا دائماً نعمل appropriate eye contact، ودائماً بدنا نعطي البيشنت كوز إن إحنا مهتمين بالإشي اللي هو بده يحكي، سواء verbal زي إنك تعمل له affirmation إنه تحكي له تمام، أو إنك تهز براسك whenever the patient chooses to make eye contact عشان أنت تحسسه إنك أنت مهتم بالإشي اللي هو قاعد بيحكي. ودائماً أول سؤال بدنا نسأله لما نبلش نأخذ الهيستوري دائماً بده يكون open-ended question عشان إحنا نقدر نعرف من الـ patient إيش القصة تبعته. هلأ الأنواع الـ questions هي بكل history هذا الكلام، بس بخص السايت تحديداً، لأنه باقي التخصصات الـ history عادةً بيكون closed-ended question، بسأله عن symptom بيعطيني الجواب، بس بالسايك أول سؤال لازم أسأله، أو طبيعة الستايل تبعت الكوشن تبعي بمعظمها بيكون open-ended question. هلا في حالات زي لما أنت خلص المريض يعطيك المعلومات اللي أنت بدك إياها، بتصير تسأله closed-ended question عشان أنت تتأكد من symptoms إذا موجودة عند البيشنت أو مش موجودة عند البيشنت هو ما حكى عنها، أو إذا كان البيشنت أو إذا كان مثلاً الوقت بلش يخلص معك، فأنت بس بدك تتأكد من كم من شغلة. إضافة إنه في ناس اللي هم بيكونوا بالعادة مش كوبراتيف، بيكون في عندهم السبيتش بور، مش قاعد بيعطيك معلومات كفاية، أو الناس اللي بيكون في عندهم لو آي كيو، هدول نستخدم معهم الستايل تبع اللي closed ended question. دائماً بالسايك بدنا نتجنب إنه نستخدم leading questions، يعني إحنا ما بنحكي له زي المثال اللي مكتوب إنه you have a poor appetite don't you، لا نحكي له كيف الأبيتايت تبعك ومنخلي المريض يسهب. في حال إنه حكى لي أي كلمة أنا بالنسبة لي مش واضحة بخليه يوضح هاي الكلمة، بس مش أنا بمشي المريض. هلا في مرات بدنا نسأل أسئلة، هاي الأسئلة محرجة بس ضرورية بالسايك، زي الكحول، الدرجز تيك، أو أبيوز، الكريمينال ريكورد، شغلات زي هيك. هدول بدنا مرات نفسر لهم ليش إحنا قاعدين نسأل هاي الأسئلة. بآخر الانترفيو لما أنت تقرب تخلص الهيستوري تبعك بدنا نعمل سمرايز سريع عشان البيشنت يعرف انك انت فاهم عليه، وبنفس الوقت عشان تتأكد من هذا الكلام اللي حكاه البيشنت برضو انت فاهمه. تمام. بدنا برضو ما بدنا نواجه المريض مواجهة حادة، خاصة المرضى اللي بدهم اللي بيكونوا بارانويد، فما نعطيهم ما نعطيهم مجال إنهم يفكروا إنه إحنا متعاونين مع ناس آخرين، بالتالي أنت بتمشي مع كلام المريض حسب ما هو بيحكي. بدك برضو تطلع على non-verbal cues الموجودين عند المريض، فمثلا ممكن يحكي لك إنه هو مبسوط، بس لما يحكي عن شغلات معينة فعليا هو بيكون بيعيط،
مرات بيكون بيحكي عن شغلة على أساس إنها مهمة، بس لما أنت تطلع على الفيشل إكسبريشن تبعون البيشنت بيكون هو indifferent، مش فارقة كتير معه. بالتالي بدك تعرف إنه هو ممكن يكون قاعد بيبعد عن موضوع معين، فبدك تعرف من verbal cues إيش الشغلات المهمة اللي بيحكيها المريض، إيش الشغلات المش مهمة اللي هو قاعد بيبعد عن الشغلات المهمة عن طريق الكلام فيها. وطبعاً زي ما حكينا لازم نضلنا نشجع المريض إنه يحكي. نشجع المريض إما بإنه إحنا نحكي له إنه كمل، ما تخاف، احكي هذا الكلام، أو بإنه إحنا نضلنا ساكتين. لما إحنا نضلنا ساكتين بنعطي وقت للمريض بإنه يفكر بالإجابة تبعته، وبيعطينا الإجابة زي ما هو بده إياها. طيب أول جزء من المحاضرة تبعتنا هي عبارة عن الهيستوري تيكينج. الهيستوري تيكينج زي ما حكينا هي بتشبه أي هيستوري أنت بتأخذها بباقي التخصصات. أول إشي موجود عندنا هو أول جزء موجود عندنا اللي هو البيشنت بروفايل. البيشنت بروفايل هي معلومات محايدة أي بني آدم بيقدر يحكيها، بيقدر يعرفها عن المريض سواء الطبيب تبعه أو مش الطبيب تبعه، اللي هي اسم المريض، عمره، هل هو متزوج أو غير متزوج، سكان وين، هل في عنده أطفال، إيش بيشتغل، إذا ما بيشتغل هل هو متعلم أو غير متعلم. هذا الكلام كله أول إشي بيبني trust بين ال patient والدكتور. You can build a rapport, a good rapport between the patient والدكتور. برضو بنفس الوقت تقدر تعرف معلومات زي طبيعة support system اللي موجود عند المريض، بأنه متزوج أو غير متزوج، عايش لوحده أو عايش مع ناس تانيين. نقدر برضو نعرف إذا هو ساكن بمناطق بعيدة، مرات يكون الأب مش ضروري عشان المريض ما رح يقدر يرجع لك. العمر برضو نفس الإشي، في أمراض بتكون more بال-young ages، أمراض تانية موجود more بال-old ages وهكذا. بعد ال-patient profile منروح نسأل عن ال-chief complaint. هلا chief complaint دائما سؤال عنها بيجيب open-ended question، كيف بتحبني أساعدك؟ أو ليش رجعت عيادة الطب النفسي؟ هيك أنت بتقدر تعرف ليش البيشنت إجا لعندك. هلا لما بدك تكتب history عن psychiatric patient لازم يكون اللي chief complaint، بغض النظر عن باقي الهيستوري، اللي chief complaint لازم يكون بلغة المريض. جوابك باللغة العربية لازم تسجلها باللغة العربية، ما بصير الترجمة. جوابك باللغة الإنجليزية لازم تسجلها باللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنه مرات لما أنت تترجم بالأخير أنت مش مترجم. لما أنت تترجم اللي تشوف complaint تبعت البيشن ممكن تغير المعنى تبعها، وممكن تقلل أو تزيد من السيفيريتي تبعت الموضوع خاصة بالسايكوليتري. فاللي تشوف complaint هي من شو بشكل المريض وقديش إله بيشكي بهذا الموضوع. هلا باللي presenting complaints برضه بدنا نعرف هل المريض إجا لوحده أو هو عبارة عن referral، يعني هو راح على مستشفى أو عيادة أخرى وهاي العيادة حولته لعنه. إيش بفيدنا هذا الكلام؟ بفيدنا بكتير أوقات إنه البيشنت بيكون رايح بسوماتيك symptoms، يعني بيكون رايح عشان بفكر حاله بده ينجلط، بالتالي هو الـ ER referred the patient لإلنا. مرات مثلاً كثير من عيادة الأونكولوجي، ليش؟ لأنه هيك إحنا بنكون عارفين إيش الستريسر اللي هو موجود على البيشنت. الأونكولوجي كلينيك هي اللي محوليته علينا وهكذا. طبعاً بدنا نعلق وين إحنا عادين نشوف البيشنت، فإحنا عادين نشوف البيشنت بغرفة جوا المستشفى، عادين نشوف البيشنت بالعيادة، أو عادين نشوف البيشنت بالطوارئ. هذا ممكن يدل شوي على السيفيريتي تبعت السيمبتومز اللي جاي فيها البيشنت.
بدنا برضه نعلق إذا إحنا قاعدين بناخد history من البيشنت نفسه أو قاعدين بناخد history من حدا بيعرف البيشنت أو من أكثر من جزء. ليش بيهمنا هذا الكلام؟ لأنه كتير مرات لما يجي patient psychiatry خاصة إذا كان psychotic ما رح يقدر يعطيك أو ما رح يقدر يجاوبك، مرات ما بيكون cooperative، بالتالي المعلومات ممكن أو الهيستوري ممكن تأخذها من قريب للمريض زي والدته والده، مرات أبنائهم بيجوا وهكذا. بدك تسجل مين أنت قاعد بتأخذ من الهيستوري، ولما البيشنت يصير مور كوبريتيف مع العلاج سواء كان admitted أو as an outpatient as an outpatient وقتها بتبلش تأخذ هيستوري من المريض نفسه. هلا بعد ما أخذنا الchief complaint تبعت المريض واللي هي سجلناها بلغة المريض وسألنا عنها in an open-ended question style، بدنا نكتب الhistory of presenting complaint أو بدنا نبلش نسأل عنه. خلا الhistory of presenting complaint، أول إشي بدنا نعرف إيش النature تبعت البروبلم تبع البيشنت. في ناس بيجوا بحكوا لك أنا إلي كم من يوم أنا مش عارف أنام، أنا مش قاعد بنام. في ناس بيعلقوا على المزاج، في ناس بيعلقوا على ببلش يحكي بمشاكل أخرى اللي هو ليش هو صار معه المود بروبلم وما إلى ذلك. هلا بدنا نسأل عن كيف التوقيت اللي صار معه، فمثلا ممكن يحكي لي أنا من شهرين، في ناس بحكي لك أنا إلي من سنين وهكذا. بدنا نعرف هل هذا الإشي بلش بالتدريج أو بلش بشكل فجائي. ليش؟ لأنه خاصة إذا ما إلو وقت طويل، إذا بلش acutely البروغنوسز وطبيعة الدياغنوسز تبعه ممكن تختلف إذا هو إلو على مدى سنوات أو على مدى أشهر، شوي شوي المرض قاعد خلينا نسميها يتفاقم مع المريض. بدنا نعرف الـ severity تبعون السيمتومز تبعونا وقديش هم مؤثرين على حياته. إذا إجانا طالب بالجامعة بدنا نسأل عن دوامه، بدنا نسأل عن دراسته، بدنا نسأل عن GPA تبعه، بدنا نعرف إيش الفونكشناليتي تبعته. GPA تبعه طبعاً بالخلال بدنا نسأل خلال المرض تبعه، وبدنا نقارنه من قبل المرض كيف كان GPA تبعته، هل في اختلاف بالفونكشناليتي أو ما في اختلاف بالفونكشناليتي. بدنا برضه نسأل لما بلشت معه هاي الأعراض، هل بلشت صار إشي مع البيشنت؟ مثلاً بحكي لك في ناس بيجوا بحكوا لك أنا توفى لي مثلاً حدا، توفى والدي، توفى صاحبي وما إلى ذلك. في ناس بيجوا without any obvious cause. برضو بدنا نسأل كيف الأعراض بتختلف خلال اليوم، خاصة المود. ليش؟ لأنه المود بالعادة تبكلي بيكون أسوأ إشي صباحاً وبيبلش يتحسن كل ما اليوم تقدم. بدنا نسأل برضو إذا في protective factors، يعني شغلات هو بيعملها بحس حاله in a safe zone، مزاجه بتحسن، الأعراض بتتحسن، أو العكس إذا هو كان بمواقف وخلته أسوأ. وآخر إشي بدنا نسأل هل البيشنت راجع أطباء قبلينا ولا إحنا أول ناس بيشوفنا؟ هذا بإيش بتفرق معي؟ بتفرق معي كالتالي: إذا كان البيشنت ماخذ أدوية وهاي الأدوية مش ماشية معه، مش من المنطق إنه أنا أروح أضيع وقت، خاصة إنه أدوية الطب النفسي تشتغل بشكل جدا بطيء، يعني بدها وقتها بين ما تبلش تشتغل. مش من المنطق إنه مثلا patient ماشي على الدواء الفلاني إلى 3 أشهر ومش متحسن، أروح أنا كمان مرة أمشي على نفس الدواء، وفي حال إنه تحسن بدي أشوف هل أنا بدي أغير، تحسن بس يعني مش بمقدار كبير، بدي أشوف هل أنا بدي أغير الدواء، هل أنا بدي أضيف دواء تاني معه وهكذا. هلا بعد ما أنا أخذت الـ chief complaint، شفت السيمتومز المصاحبة للتشيف كومبلينت تبعتي، فإذا المود بدي أسأل عن المود سيمتومز وما إلى ذلك. بعدين بدي أعمل سيستميك ريفيو. إيش السيستميك ريفيو؟ السيستميك ريفيو بالسايك هو إني أسأل أسئلة، هلأ هاي سيمتومز مش بالضرورة إنها تيجي مع هذا المرض، ولكن بالسايك في كثير
symptoms من أمراض أخرى ممكن تيجي معها. فمثلا بيجي patient with depression، هلا بالعادة in a typical depression بس بيجي mood symptoms، بس في ناس بيجوا psychotic symptoms، رح نحكي عن psychotic symptoms بالمحاضرات اللي قدام. فمثلا ممكن يجي بهالوسينيشنز، ممكن يجي بديلوجنز. هلا هذه بالعاده بنعتبرها سيستميك ريفيو، انه احنا خلصنا نسال عن المود، صرنا نسال عن الشغلات الاخرى زي السايكوتيك سيمتومز، الاو سي دي سيمتومز وما الى ذلك. هلا بعد ما نخلص بدنا نسال عن الباست ميديكال هيستوري. الباست ميديكال هيستوري طبعا لازم يكون فول ميديكال هيستوري، ايش الامراض اللي موجوده عنده. ليش هذا الشغلات مهمة؟ لأنه بالعادة البيشنت اللي في عندهم أمراض معينة بتجنب أستخدم لهم أدوية معينة، إضافة إنه البيشنت اللي في عندهم كوموربيديتيز كتير بيكونوا أكثر عرضة إن يكون في عندهم مود ديسوردرز. بدي أعرف إذا البيشنت برضو بياخد أدوية معينة، لأنه في كتير أدوية ديبريسوجينيك زي البيتا بلوكرز، الستيرويد ممكن يعمل ديبريشن، ممكن حتى يعمل سايكوبسيز. اوكي زي ما حكينا الميديكيشنز، طبعا من الشغلات المهمه اني اسال عن البوست سايكايتريك هيستوري. ليش بيهمني البوست سايكايتريك هيستوري؟ من ضمن الاسئله اللي انا بسالها باخر الهيستوري اوف بريزنتنج الالنس هو هل هذه أول مرة بتصير مع المريض ولا صارت قبل هيك؟ في حال إنه هاي الشغلة صارت قبل هيك مع المريض، بدي أسأله شو كان تشخيص الطبيب السابق لإله وشو الأدوية اللي أعطاه إياها؟ هل هاي الأدوية زبطت مع المريض ولا ما زبطت مع المريض؟ في حال إنه هاي الأدوية زبطت مع المريض in a previous خلينا نسميها episode، راح استخدم هاي الابيسود نفس الادويه اللي بالمره الماضيه، لانه احتمال انه المريض يتحسن عليها برضو هاي المره احسن بكثير. هلا بعد هيك بدنا نسال عن الفاميلي هيستوري. الفاميلي هيستوري بدنا نسال خاصه عن الفيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري فاميلي ممبرز. اذا في بالعائله اي طلاقات، كيف العائلة، هل هي متلاحمة، هل هي غير متلاحمة، كيف علاقاتهم مع بعض. بدنا نسأل برضو إذا في وفاة لأي من السيبلينجز أو الأهل تبعون البيشنت. بدنا نسأل البيشنت إذا في أمراض نفسية بالعائلة تبعونا أو حدا من العائلة بيراجع طبيب نفسي. شو بهمنا هذا الكلام؟ أول إشي كثير من الأمراض النفسية runs in the family، يعني هم بيمشوا بالعائلات، خاصة الأمراض زي البايبولر وما إلى ذلك، هذول بيمشوا بالعائلات. إضافة إنه في حال إنه مثلا أخو المريض أو أخت المريض صار عندها نفس المرض وتعالجت بدواء معين، فاحتمالية إنه المريض طبعاً يتحسن على نفس الدواء عالية، بالتالي my first trial بتكون الدواء اللي تحسن عليه قريب المريض، خاصة إذا كان زي ما حكينا درجة أولى أو درجة ثانية. برضو كتير بيهمني إذا في suicide behaviors بالعائلة أو إذا في substance abuse بالعائلة. البيرسونال هيستوري، البيرسونال هيستوري هي عبارة عن من حد ما والدة المريض كانت حامل فيه وحتى الوقت اللي احنا شفناه فيه، كيف البيشنت كان، كيف الحمل تبع الأم إذا بنقدر ناخذ هاي المعلومة، الولادة تبعته، أي انسلت صارت له وهو صغير، دخل الـ NICU ما دخل الـ NICU، أهم المايلستونز زي متى مشى، متى حكى، كيف كان الطفولة تبعته، إذا صار في عنده أي problem سواء إنه يروح على المدرسة، كيف العلامات تبعونه، كيف شخصيته، كيف العلاقات تبعونه مع الأطفال. هذه برضو نسميها pre-morbid personality. pre-morbid personality كيف بتهمه؟ طبعاً الـ pre-morbid personality هي جزء من الـ personal history.
pre-morbid personality هو كيف كان المريض قبل ما يمرض. شو بتهمنا هاي الشغلة؟ بتهمنا هاي الشغلة بأنه إجاني مريض بحكي لي أنه قبل ما هو يمرض كان حدا حباب وبحب يطلع وبحب الجميع وعنده علاقات كثيرة، بس لما مرض صار منعزل ما بحب يقعد لحاله، فأنا صار أنا في تغيير على الpersonality أو behavior تبع البيشنت. أما مريض بحكي لي أنا أصلاً ما بحب أطلع وما بحب أنزل وأنا هذه شخصيتي، بس انعزلت أكثر، فهنا اللي quantity هي اللي زادت مش اللي quality تبعت الموضوع. إضافة أنه في شغلات ممكن تعتبر مرض إذا كانت حديثة أو صارت جديد، وفي شغلات ممكن تعتبر بطبيعة الشخص وبطبيعته يعني هذه هي شخصيته. فمثلاً إذا مريض ما بيصرف فلوس أصلاً وإيده ماسكة وفجأة صار كريم وبيصرف فلوس وبيعطي لفلان وفلان، هذا بعتبرها مشكلة. أما إذا كان مريض أصلاً من عاداته أنه ما بيقدر يمسك راتبه، دائماً بصرف فلوسه على شغلات يعني كريم، مين ما حدا سأله بيعطي، تفرق معي إذا كانت هذه هي البرسوناليتي تبعته. وبتفرق طبعاً إذا زادت عنده صارت بحيث إنه صارت بشكل غير منطقي، زائدة بشكل غير منطقي. هلأ السوشيال هيستوري، هلأ معظم السوشيال هيستوري إحنا بنكون أوريدي أخذناها بالشغلات اللي قبليها، زي إنه هو إيش بيشتغل، بيتنقل بين أعمال مختلفة ولا هو ثابت بالشغل تبعه من زمان، كيف الوضع المادي تبعه. الوضع المادي طبعاً كثير مهم بالسيكولوجي. ليش كثير مهم بالسيكولوجي خاصة هنا بالأردن؟ لأنه معظم المستشفيات ما بتكون يعني بتكون هي جداً غالية، وما في تأمينات، نادر التأمينات اللي هي بتأمن الطب النفسي. فمثلاً مريض ما معه أي نوع من أنواع التأمينات بالعادة منحوله على مستشفى حكومي. ليش مستشفيات حكومية؟ لأنه اللي هو الفحص. ليش المستشفيات الحكومية؟ لأنه بالدولة الأردنية الطب النفسي العلاج تبعه سواء عندك تأمين أو ما عندك تأمين فهو بصير بشكل مجاني بدون الحاجة لتأمين، بس إذا معك رقم وطني. فأي عيادة بالصحة يعني حكومية أو أي مستشفى حكومي بيقدم لك خدمات الطب النفسي والعلاجات والأدوية تبعون الطب النفسي بشكل مجاني، على عكس حدا معه فلوس هو وضعهم المادي مرتاح، بهمه مش بس العلاج تبعه، بس برضه بهمه وبهم أهله أنهم يكونوا الـ خلينا نحكي الخدمات الفندقية تبعت المستشفى كثير عالية. منحولهم لمستشفيات زي مستشفى الرشيد اللي هو مستشفى خاص. طيب بعد في حد عنده سؤال؟ طيب تمام. بعد هيك زي ما حكينا احنا في شغلات اوريدي نكون سائلينها زي المارتال ستيتوس، هل هو متزوج، هل هو مطلق، هل زوجته أو زوجها متوفي وما إلى ذلك. بدنا نسأل إذا في عنده أطفال، كم أعمار هدول الأطفال وكيف علاقاته بالأطفال تبعته. برضو بدنا نسأل إذا هو في عنده شغلات بتضغط عليه بالحياة تبعته، زي مثلاً عليه ديون، ماخذ قروض، مدارس الأولاد بيضغطوا عليه بشكل مادي كبير وما إلى ذلك. برضه إذا في social support، social support هو كل إشي سألنا قبل، هل هو مرتاح مادياً، هل الناس اللي حواليه جاهزين إنهم يدعموا. فالبروجنوسيس تبع الناس اللي هم عايشين بعائلات متماسكة بيكون أحسن بكثير من البروجنوسيس تبع الناس اللي بيكونوا ساكنين لحالهم وما إلهم حدا. أوكي. هلا الفورنسيك هيستوري، الفورنسيك هيستوري هو إشي كتير من التخصصات التانية بيعملوا له سكيب، بس عندنا بالسايك هو جزء مهم من السايكولوجي. الفورنسيك هيستوري هو عبارة إذا البيشنت في عنده بشكل صادق أو بشكل حالي أي عقوبات، محاكمات، دخل السجن ما دخل السجن،
إذا في عنده unrecorded offenses، يعني عمل شغلات شافه شرطي بس ما خالفه مثلاً أو ما ودى لمحكمة. وبرضه بدنا نسأل عن substance abuse سواء المخدرات أو الكحول أو حتى القمار. The pre-morbid personality إحنا حكيناها، حكينا الجزء كبير منها باللي هو الـ personal history تبع الـ patient. أوكي، هلأ بنهاية الـ history تبعنا بنكون إحنا أخذنا بشكل كبير فكرة عن إيش الـ diagnosis تبع الـ patient وبلشنا نبني خطة. الجزء الثاني من الـ interview تبعتنا هو عبارة عن إشي اسمه الـ mental state exam. هلأ المنتال ستيت اكزام هو جزء الفيزيكال اكزامينيشن بالسايكايتري. طبعا انت كطبيب سايكايتري انت المفروض انك بتقدر تعمل فيزيكال اكزامينيشن اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن تبع الباطني للمريض تبعك، لانه ممكن يكون في عنده سوماتيك كومبلينتس، بالتالي لازم تعمل له فيزيكال اكزامينيشن، او لما يدخل على المستشفى الاصل انه نعمل له فيزيكال اكزامينيشن كامل عشان احنا ما نكون في عنده كومبلينت واحنا اوفرلوكينج ات او انه ما نلقطها. هلا بالنسبة للمنتال ستيت اكزامينيشن، مينتال ستيت اكزامينيشن او اكزام عفوا هي اشي ببلش من اللحظة اللي انت بتشوف فيها المريض، حتى من قبل ما انت بتاخد الهيستوري تبعت البيشنت. بمجرد انه البيشنت دخل مشى بالعيادة تبعتك انت بلشت تعمل المنتال ستيت اكزامينيشن. المنتال ستيت اكزامينيشن هو بيعتمد على المهارة تبعت الطبيب وليس على المريض، وليس على المريض. أوكي، هلا أول جزء من المنتال ستيت إكزامينيشن واللي هي زي ما حكينا بتبلش من قبل الهيستوري هي الأبيرنس والبيهيفير تبع البيشنت. طب هذه بدنا نقرأ البادي لانجويج تبع البيشنت وهاو the patient presents him or herself لل surroundings تبعنا. فبدنا نعلق هل ال patient looking well ولا looking ill. بدنا نعلق هل هو في عنده neglect أو ما في عنده neglect. بدنا نعلق على إذا ال patient ال clothing تبعه مناسب للمكان، مناسب للعمر تبعه، مناسب للجو تبعه، ومناسب برضه للجندر تبعه. برضه بدنا يعني مثلا إذا جانا patient female لابسة أو حاطة makeup زي الميكوب تبع اللي بتروح على الحفلة بس جاي على عيادة عشان تشوف الطبيب تبعها، فهو إشي غير مناسب، بالتالي هو غير مناسب للستينج. أو بتكون الدنيا بتثلج برا البيشنت جاي بنصكم، أو العكس الدنيا برا جدا حر البيشنت جاي بطبقات ملابس كثيرة. بدنا نعلق برضو على الهايجين والجرومينج تبع البيشنت، إذا المريض مهتم بنفسه، مهتم بمظهره الخارجي، الحاك تمام، لحيته تمام. برضو بدنا نعلق على الهير ديستريبيوشن تبعه. برضو بدنا نعلق على السايكوموتور اكتيفيتي، هل البيشنت في عنده ريتارديشن، يعني هو قاعد ما بيعمل ولا أي حركة، حتى ردوده علينا جدا بطيئة، هذه retardation. أو excitation يعني ال patient agitated بده يقوم بده يعمل زيادة عن اللزوم، هذه excitation. أو it's normal عفوا psychomotor activity. بدنا نعلق برضو على ال facial expression تبعت ال patient اللي قدامنا. بدنا نعلق إذا في عنده abnormal movement أو posture سواء موجودة أو غير موجودة، هاي الشغلات لازم نتعلق عليها. بدنا نعلق على كيف ال patient اللي هو report، كيف ال patient معك، هل هو calm، هل هو cooperative، هل في عنده eye contact منيح أو ما عنده eye contact منيح. بدنا نعلق إذا ال patient في عنده distractibility يعني كتير بيتشتت بسهولة، disinhibition إيش يعني disinhibition؟ يعني البيشنت بيتصرف تصرفات غير ملائمة بدون تفكير مسبق، فمثلاً في بيشنت فجأة بتكون تحكي معه بدون عشان بده يشرح أواعي،
في patients بيتلفظوا بكلمات، هاي الكلمات بالأصل بهاي السيتنج حدا بعمره إنه ما يتلفظها وهكذا. وكمان بدنا نعلق على الجيت تبع البيشنت واللي هي بنشوفها إما لما البيشنت يدخل لعنا أو نطلب من البيشنت إنه يقوم يتحرك. فمن البيهيفير والأبييرنس تبع البيشنت إحنا ما بنسأل المريض ولا أي شيء، كله هذا بناء على الأوبزرفيشن تبع الطبيب للمريض. ثاني إشي هو السبيتش. السبيتش بدي أعلق على الريت والتون والفوليوم، هل هو بريشرد سبيتش بيحكي كثير ولا في عنده بوفرتي بالسبيتش، يعني يدوب بيحكي كلمة واحدة كل وين وين، أو هذا بالنسبة أو نورمال ريت يعني بيحكي عادي زي ما. ثاني إشي بدي أعلق على التون. التون هلا التون هو كيف نبرة الصوت تبعت البيشنت. في ناس بيكونوا مونوتونيك من أول الانترفيو لآخر الانترفيو هو على نفس التون وما بيتغير بنفس الموضوع، فما بتحس إنه هو قوته صوته تغيرت النبرة تبعته لما يحكي عن إشي محزن، ولا بتحس إنه ارتفع صوته وتغيرت النبرة تبعته إيجابيا لما يحكي عن إشي بيبسطه، هذا اسمه مونوتونيك. والفوليوم تبع البيشنت، هل هو صوته عالي صوته نورمال أو صوته واطي. برضو بدنا نعلق على الليفل اوف كوهيرنس تبع الكلام تبع البيشنت، هل هو قاعد بخبص كلام ولا هو الكلام تبعته بفهم علي. اوكي في برضو منعلق اذا عندنا صار البيشنت يحكي شغلات زي نيولوجيزمز، يعني جيب كلمات مش مفهومه بالنسبه للطبيب، هي كلمات جديده اخترعها المريض ولكن هو المريض نفسه فاهم إيش معنى هاي الكلمة، وممكن يجيب كلمات أخرى يستخدمها ولكن بمعاني أخرى. مثلاً بيجيب كلمة ولد بيستخدمها بمعنى يمشي، كل مرة بده يحكي يمشي بيستخدم كلمة ولد، هاي نيولوجيزم. وورد سالود مثلاً بيحكي كلام مخربط، كل كلمة من جهة حرفياً سلطة، لا أنت فاهم إشي كل كلمة من جهة ولا أي شيء بفهمه. أو لوز دور صوتك راح. يعطيكم العافية، معلش هو فصل من عندي. وين احنا وصلنا بالكلام؟ هسه برجع بعمل شير للسلايدز دكتور. اوكي. هذا اسمه طيب زي ما كنا نحكي ممكن يكون برضو في عندهم losing of association. بعد السبيتش بدنا نعلق على المود والأفكت. المود هو عبارة عن subjective description لشو المريض حاسس. فبسأله هل أنت كيف المزاج تبعك؟ طبعا
طبعا المزاج ما بده يكون بهذه اللحظة، ولكن كيف هو من تقريبا أسبوعين، يعني بالفترة الحالية هو كيف مزاجه وكيف كلام البيشنت هو المود تبعته. فهلا اللي بدي أعلق عليه هو الرينج، فممكن يكون البيشنت يحكي لي إنه هو زعلان أو مش مبسوط، ممكن يكون عادي إيثيرميك، أو ممكن يكون مبسوط زيادة عن اللزوم اللي هو إيفوريك. طبعا بس أنا ما بستخدم هاي المصطلحات، بستخدم المصطلح اللي أعطاني إياه البيشنت. ممكن البيشنت يحكي لنا إنه هو غير قادر على إنه يستمتع بالنشاطات اللي كان يستمتع فيها اللي هي اسمها أنهيدونيا، وممكن برضه يحكي لنا إنه هو ما بيقدر يوصف المشاعر اللي موجودة جواته، سواء مبسوط أو مش مبسوط، زعلان، ما بيقدر يوصفها، اللي هي الإكسيتيميا. الجزء الثاني هو الأفكت. الأفكت كتير بيشبه المود، بس مش شو المريض بيحكي، لا هو شو الدكتور بيشوف. فالدكتور ممكن يشوف المريض depressed، ممكن يشوف المريض anxious, fearful, irritable, suspicious وما إلى ذلك. بدنا نشوف هل البيشنت في fluctuations بالمود تبعته ولا stable، عفوا بالأفكت ولا stable affect، يعني هو من أول الانترفيو لأخر الانترفيو وهو زعلان. هل في عنده شو اسمه لابايل مود؟ شو يعني لابايل مود أو لابايل أفكت؟ يعني هو فجأة بصير يعيط، فجأة بصير يضحك، لابايل مش ستيبل. برضه بدنا نعلق إذا البيشنت في عنده بلنتنس. وآخر إشي بدنا نعلق هل في congruent الأفكت، هل هو congruent للمود أو مش congruent. شو يعني congruent؟ في حال إنه البيشنت حكى لي إنه المود تبعه إنه هو زعلان، المفروض أنا أشوف الأفكت تبعه برضه depressed affect restricted، مش قاعد بيتفاعل معي. هنا بيكون الأفكت congruent مع المود تبعه. بس مرات بيجي يحكي لي إنه هو زعلان بس طول القعدة تبعته وهو بضحك وهو مبسوط وهو هذا، هنا بيكون discongruent مع ال أو incongruent مع المود. بعد الأفكت في عندي الثوت. الثوت بتنقسم لقسمين، بتنقسم حسب الكونتنت وبتنقسم حسب الفورم تبع البيشنت أو البروسيسنج تبع الثوت تبعون البيشنت. هلا أول إشي الكونتنت تبعون الثوت هي إيش محتويات الأفكار تبعون البيشنت. ممكن يكون في preoccupation. إيش يعني preoccupation؟ يعني قلقان بموضوع. فمثلا بيجي بحكي لك دايما بفكر بالأقساط تبعون مدرسة ابني، أو دايما بفكر بصحة مرتي لأنها تعبانه، هذا preoccupation، يعني الذهن تبعه مشغول بشيء معين. في عندي obsessions، رح تحكوا انتوا لقدام عن الobsessions أكتر، بس الobsessions ممكن تيجي على شكل thoughts، ممكن تيجي على شكل images، ممكن تيجي doubts وهكذا. بعدين في عندي delusion. الديلوجن هي عبارة عن معتقدات إشي يؤمن فيه المريض، هاي المعتقدات لا يمكن هزها، unshakable، وشو ما أنت حاولت تقنع المريض بعكسها ما رح يقتنع. المريض ما في عنده أدلة واضحة عن ليش يؤمن بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ما بيكون ضمن معتقدات أو العادات والتقاليد تبعون المجتمع اللي المريض عايش فيه. الديلوجن لها كثير أنواع، منها البارانويا، إنه بيشك بالتانيين، ممكن يكون morbid jealousy أو delusion of infidelity، بيفكر إنه البارتنر تبعه بيخونه، ممكن يكون إيراتومانيا، إنه بيكون بالعادة بيحب حدا أو بتحب حدا أعلى منهم بالمنصب، والشخص الثاني ما بيكون لا بحبه ولا في عنده إشي. في كثير أنواع الديلوجنز، أنت راح تحكي عنها لقدام شوي. في برضه
دي رياليزيشن ودي لا اخذ بالبرسبشن. اوكي تمام. طيب ثاني شيء بدنا نحكي عنه في الثوتس هو الفورم تبع الثوتس. الفورم تبع الثوتس هو كيف البروسيس تبع الثينكينج تبع البيشنت بيجي. فمثلا اذا اجاني بيشنت قاعد في عنده بوفيرتي اوف سبيتش، بالتالي هو في عنده بوفيرتي اوف ثوتس. البيشنت بيكون بيحكي على موضوع، بنط على موضوع مختلف، بعدين بنط على موضوع تاني، ويدوب في علاقة بيناتهم، يعني في علاقة بس خفيفة. هذه flight of ideas في عنده. في عنده برضه ممكن يكون word salad اللي هي حكيناها برضه، بتبين بالسبيتش اللي هو من كل بستان زهرة، ولا الكلام ولا له علاقة ببعض. ممكن يكون في عنده losing of association. Losing of association يعني بيحكي كموضوع بنط على موضوع ثاني، ولا في علاقة بيناتهم، ولا في معنى من الانتقال تبعه، ولا meaning behind it ولا reason. ممكن يكون في عنده circumstantiality، يعني تسأله سؤال بلف وبدور بلف وبدور بلف وبدور، وبالأخير الجواب تبعك وهكذا. انتوا برضو هدول رح تحكوا عنهم I think بالسيمينار اللي بعد هذا. كنت بصل للسلايدز. anyway هلا بعد الثوتس في عندي البرسبشن. البرسبشن هو الحواس تبعون المريض وكيف هو بيفسر هدول الحواس داخله. فأول إشي في عندي إشي اسمه hallucinations. الhallucinations هو عبارة عن percept. ثانية واحدة. الhallucinations هي عبارة عن إحساس ولكن بدون أي مسبب لإلها. فبيجي بحكي لك إنه أنا سامع أصوات. طبعاً هو بالعادة ما رح يجي يحكي لك، أنت رح تسأل عنه أو الناس رح يجيبوه بسببها. بيجي بحكي لك إنه أنا سامع أصوات، هاي الأصوات ما حدا غيري سامعها، سامع حدا بيحكي معي، هذه اسمها hallucination. أو شايف إشي حدا التانيين مش شايفينه، أو شامم ريحة التانيين مش شامينها. ليش؟ لأنه ما في إشي بيسبب هذا البرسبشن، بس البرسبشن موجود عنده. هلأ الكواليتي تبعت هذا البرسبشن بتكون زي كأنها حقيقية، فهو لما يسمع صوت بيكون سامعه زي كأنه جد في حدا جنبه قاعد بيحكي، أو لما يشوف إشي زي كأنه جد شايف حدا حقيقي. هلأ أشهرهم أكثر إشي رح تشوفوه هو الأوديتري هالوسينيشنز اللي هو السمع. طبعاً بحواسنا الخمسة ممكن يجي هالوسينيشنز فيها، سواء أوديتري، سواء فيجوال، سواء أولفاكتوري، سواء تكتايل اللي هي الحس وما إلى ذلك. هلأ الأوديتري هالوسينيشن ممكن يكون هو السكند بيرسون، المريض هو السكند بيرسون، يعني الصوت بيحكي معه دايركتلي، أو ممكن يكون ثيرد بيرسون. إيش يعني ثيرد بيرسون؟ يعني هو سامع أكثر من حدا بيحكوا عنه، وهو الشخص الثالث، يعني بيشيروا له إنه هذا الحدا. بيكون بالعادة هدول رانينج كومنتري، يعني بيعلقوا على تصرفات المريض، بيعلقوا على إنه هو حدا فاشل وما إلى ذلك. بدنا نعرف إنه في إشي بيشبه الهالوسينيشنز، هي بتكون سودو هالوسينيشنز. السودو هالوسينيشنز هي إشي بيشبه الهالوسينيشنز، ولكن الكواليتي تبعته بتكون شوي مختلفة عن الواقع. المريض بالعادة بيعرف إنه هي مش أصوات خارجية، هي أصوات جاية من داخله، يعني هي مش موجودة بالعالم الواقع، هي موجودة هاي الأصوات من داخله. وبالعادة السودو هالوسينيشنز تيجي مع البيرسوناليتي ديسوردرز. في عنا شيء اسمه الإكسترا كامبين، يعني هو سامع صوت وبفكر هذا الصوت جاي من مكان مستحيل هو يسمعه. فمثلا بحكي لك أنا سامع الناس اللي بالسعودية، ولا أنا سامع وهذا الصوت جاييني من الصين وما إلى ذلك. في عندي الهايبو نومبيك والهايبو جوجويك. الهايبنو جوجيك هذه لما البيشنت يصحى من النوم ممكن يسمع أصوات أو يشوف شغلات، بس بالعادة بتكون أنورمال بروسس.
في عندي كمان إشي اسمه الإلوجن. إيش هو الإلوجن؟ الإلوجن هو السنسيشن بيكون جد موجود بس البرسبشن تبعي بيختلف بتفسيره. فممكن أشهر مثال عليها لما يكون الضوء مطفي وتشوف العلاقة تبعت الملابس هو عبارة عن حدا، فتقوم الضوء يتضوء عشان تتأكد إنه هي علاقة ملابس. أو مثلاً في ناس بصيروا هم شايفين الحيطان بس بصيروا يفكروا إنها قاعدة بتقرب عليهم أو قاعدة بتتحرك، هذا اسمه إلوجن، لأنه الإشي اللي شايفه هو إشي موجود بس كيف فسر النظر تبعه بيكون إشي غير طبيعي، هذه اسمها إلوجن. الجزء الثالث من البرسبشن هو إشي اسمه depersonalization و derealization. derealization بيجي المريض بصير يحكي لك انه هو حاسس حاله انه بينفصل عن الحياة، بحس انه هو عايش بفيلم، بحس انه الحياة اللي حواليه حياة غير واقعية، هاي derealization. برضه في اشي اسمه depersonalization. depersonalization بيجي بحكي لك انا بحس حالي بنفصل عن جسمي، بحس إنه جسمي مش واقعي، أنا مش بجسدي، أو أنا إيدي مش واقعية، هذه اسمها depersonalization. وهدول هم perception لازم أعلق عليه. هلأ بالنسبة للthoughts، الthoughts زي ما حكينا هي إما content أو form. الform ما بسأل المريض عنه، الform هو إشي حسب الكلام المريض معي بالhistory بعلق عليه. الcontent المفروض اني اكون سائله بالهيستوري، لانه حكينا انه بنعمل سيستميك ريفيو، بس في حال انه انا مش سائل عنه بسال عنه بالمنتال ستيت اكزام. نفس الشيء البيرسبشن، الهالوسينيشنز، الالوجنز، سواء دي رياليزيشن او دي بيرسونلايزيشن، المفروض اني سائل عنهم انا ضمن الهيستوري، فبس بعلق عليهم. في حال اني انا مش سائل عنهم بالهيستوري او مثلا بالامتحان تبعكم، رح يكون يعني very brief history، يعني انتم ما عندكم وقت والله تعملوا اسئلة عن كل الدنيا، فممكن والله انتم ما توصلوا لعند الهالوسينيشنز او الدكتور يقاطعكم يحكي لكم خلص هيك كفاية، بس اعملوا mental state exam بتسألوا عنها بالmental state exam. هلأ منروح بعدين لإشي اسمه الكوجنيشن. الكوجنيشن هو وعي البيشنت. الكوجنيشن أول إشي منعلق عليه البيشنت هو conscious oriented by three أو oriented لشغلات معينة. بعدين بدنا نفحص له الميموري. الميموري عشان نفحصها في أكثر من شغلة. أول إشي فيه الإميديت ميموري أو الريجستريشن، هو المعلومات اللي هلأ أعطيتها للمريض كيف هو رح يتذكرها. فباجي بحكي للمريض بدي أحكي لك ثلاث كلمات، هاي الكلمات بدي إياك تعيدهم من وراي بالترتيب. لما أجي بدي أحكي له كلمات، هاي الكلمات ما لازم هو يكون شايفها وبالعادة ما إلها علاقة ببعض، فبحكي له كرة، عصفور، سيارة. بتوقع منه انه بعد ما احكي هاي الكلمات يرجع يحكي لي اياهم بنفس الترتيب، هيك بيكون الايميديت ميموري او الريجستريشن تبعه ممتاز. بحكي له انه هدول الثلاث كلمات ضلت متذكرها عشان راح اسالك عنها لقدام، بروح بساله عن كم من شغله، بعد دقيقتين لثلاث دقائق برجع بساله عن الثلاث كلمات هدول، اذا جاوبني عنهم بتكون الشورت تيرم ميموري تبعته ممتازه. يعني short term memory هي أحداث حصلت قريبة هو بيقدر يتذكرها. بضل برضو long term memory. long term memory أنا بفحصها بإني دكتور صوت راح شيك صار ايش هيك
دكتور ايوه الصوت واضح. اوكي تمام. كنا بنحكي انه بدنا نقيس الكونسنتريشن تبع البيشنت. الكونسنتريشن بنقيسه بانه نحكي للبيشنت انه يطرح سيريز اوف 7 من الرقم 100. ف 100 بحكي له يطرح منها 7 ويكمل طرح لخمس مرات، مثلا 100 يطرح منها 7، 93 يطرح منها كمان 7، كمان 7، كمان 7، خمس مرات. هذه تعطيني الكونسنتريشن تبع البيشنت. مرات البيشنت ما بيعرف، يعني مش شاطر بالرياضيات، بحكي لك انا ما بديش اطرح. تيجي بتحكي له ايش اليوم، اليوم الاحد، بتخليه يرجع بايام الاسبوع بشكل عكسي عبين ما يرجع ليوم الاحد. هيك بتقيس الكونسنتريشن تبع البيشنت. اوكي هلا بدي اقيس شيء اسمه أو قبل الانسايت بدي أقيس الجادجمنت تبع البيشنت. كيف بدي أقيس الجادجمنت؟ الجادجمنت بقيسه بإني أسأله عن سيتويشن. هاي السيتويشن شو بيعمل فيها؟ فمثلا بحكي له لو أنت كنت ماشي بالشارع شفت بيت بينحرق، إيش بتعمل؟ إذا كان في عنده good judgment بيحكي لك إنه أنا بتصل على الإطفاء، أو بروح بشوف إذا إشي أنا بقدر أطفيه بطفيه، أو إذا في تبعت إطفاء بستخدمها، وهكذا. هذا بيكون في عنده good judgment. في بحكي لك ممكن إنه ولا إشي، بمشي وبضلني رايح. هذا بيكون poor judgment، ما بيقدر يحكم على الشغلات. بعدين في عندي إشي اسمه الأبستراكت. الأبستراكت هو إنه المريض يفهم المعاني ما وراء الكلمات. فبيجي بحكي لك، تيجي بتحكي له بدي أحكي لك مثل. بدي تحكي لي إذا أنت بتعرفه أو ما بتعرفه تحكي لي معنه. طبعاً لازم المثل يكون مألوف للبيشنت، مش والله ما بعرفه وخلق بده يعرف معنه. فمثلاً باجي بحكي له على قد لحافك مد رجليك. شو معنى هذا المثل؟ إذا حكى لي والله حسب ما قدرتك ادفع فلوسك، معناته البيشنت في عنده good abstract. في حال إنه حكى لك إنه إذا كان الحافظ بيصير اثنين رجليك، هذه بيكون concrete thinking، ما في عنده good abstract أو poor abstract اللي هي concrete thinking. ممكن يحكي لك البيشنت أنا ما بعرف الأمثال أو من ثقافة مختلفة عن الثقافة تبعتنا، الأمثال تبعتهم مختلفة. تيجي على إشي اسمه similarities. تيجي بتحكي له تذكر له ثلاث شغلات، الثلاث اللي three objects هدول متشابهين بشغلة بس في واحدة مختلفة بشغلة. فباجي بحكي له تفاحة، برتقالة، طابة. شو متشابهات؟ بيحكي لي الثلاثة كرويات. شو مختلفات؟ بحكي لي تنتين منهم فاكهة وواحدة لأ. هنا بكون هيك أنا قست الأبستراكت تبعه. بعد الابستراكت في عندي إشي اسمه الانسايت. الانسايت هو آخر جزء من المنتال ستيت اكزامينيشن. الانسايت هو وعي المريض بمرضه. الانسايت باجي بسأل المريض هل أنت مريض؟ إذا حكالي بسأله هل أنت بتعرف طبيعة مرضك هي عضوية أو نفسية؟ إذا جاوبك نفسية بتروح. هل أنت بدك مقتنع أنه أنت بحاجة لعلاج؟ في حال إنه بحاجة لعلاج، هل أنت رح تأخذ الأدوية اللي إحنا بنعطيك إياهم؟ في حال إنه كانت أجوبته على كل هاي الأسئلة إيجاباً، معناته البيشنت fully insighted. ممكن يكون partially insighted، بيجي بيحكي لك أنا مريض، بيحكي لك إنه هو مرض نفسي، بس هو ما بيأخذ علاج لأنه هو مقتنع إنه هذا المرض رح يروح لحاله. هذا partial insighted. أو بيجي بحكي لك إنه هذا مرض بيعمل الناس عظيمين فأنا مبسوط فيه، هذا partially insighted. أو بيكون هو already متشخص بحكي لك أنا مبسوط بالإشي اللي أنا فيه، أنا ما بدي أتعالج، هذا برضو partially insighted. ممكن يكون مش insighted، poor insight، اللي هو لما من أول تحكي له أنت مريض يحكي لك لا أنا مش مريض وأنا ما بدي أتعالج وأنا جايبيني هنا غصب عني. هنا بيكون poor insight. المالتي أكزل سيستم، هلا هو صراحة المالتي أكزل يعني التغى زمان يعني، بس هي أكسس عشان أنت تقدر توصل للدياغنوسز
تبع البيشنت. في اي حد عنده اي سؤال؟ السلام عليكم دكتور. يا اهلا فيك تفضل. الثوتس قسمتها كونتنت فورم بس ما فهمت شو ها. هلا الثوتس هي افكار المريض. افكار المريض تنقسم لقسمين. الفورم هي كيف المريض بيعمل بروسيسنج للافكار تبعته. فمثلا بيجي المريض لما انا اساله سؤال يدوب بيرد علي، بيرد علي بكلمه، معناته في عنده بور thinking. بيجي مثلا ممكن بيكون بيحكي معك فجأة بيوقف ولا بتذكر بشو كان يحكي، في عنده blocking. ممكن مريض قاعد بيحكي فجأة بصير ينطنط على مواضيع تانية، هذه مثلا flights of ideas. فهو كيف طريقة تفكير المريض هي الفورم. أما محتويات التفكير يعني الشغلات اللي هو بيحكيها هذه الكونتنت. فالمحتويات ممكن تكون طبيعية، ممكن تكون في عنده delusion اللي هو false belief اللي شرحتها قبل شوي، أو ممكن يكون في عنده obsessions يعني أفكار بتجي غصب عنه، هوس بموضوع معين. هذه الكونتنت. وصلت الفكرة؟ وكمان سؤال، كان في بسلايدات إيش اسمه delusion، إيش اسمه delusional perception، شو delusional perception تفرق عن ال delusion of perception؟ هلا ال perception هو إحنا كيف بنحس. delusion of perception بيجي بيحكي لك أنا في عندي إحساس إنه في إشي غلط، بس هو مش عارف شو هو الإشي الغلط. هذه بالعادة بتكون بالفيرست رانكينج، يعني هذه بداية المرض هيك بتكون. بيجي بحكي لك أنا حاسس إنه في عندي في إشي غلط بس مش عارف إيش هو الإشي الغلط. لقدام لما يصير well formed delusions، مثلا بصير يحس إنه بصير يفكر إنه في ناس بتلحق فيه، بصير يحكي آه والله عشان هيك أنا زمان كنت أحس إنه في إشي غلط. هاي delusion of perception. الله يعطيك العافية دكتور. يا أهلا. بحب الثاني عنده أي سؤال؟ هلا في عندكم سيمينار مزبوط؟ نعم دكتور، في سيمينار هسه. تمام، اذا بتحبوا تبلشوا فيه بلشوا. محمد موجود؟ موجود. ايهم انا بعثت لك السلايدات. هاي شيرت السلايدات. هذول صح؟ بس مش مبينات عندي. طيب اطلع من الميتينج وارجع ادخل ببين. بينات السلايدات عندكم شباب؟ جماعة؟ مبين. مش